وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقفومها وعدسها وبصلة نبات طعام نبات. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان كان طبعه نباتي أم حيواني؟ اللي عنده ارتفاع الضغط يحبس اللحوم من الأكل ديالو، يتوقف عن استهلاك اللحوم وسيرى أن الضغط سينخفض. اللحم طعام ديال الولائم، الله يرضي عليكم، يسحبوا اللحوم من الموائد. بسيطة أننا الناس نشفيهم بنظام غذائي، بحمية غذائية، ولكن ذكية، تكون تغذية ذكية. ممكن للناس أن لا يذهبوا إلى العيادات الطبية، وممكن أن لا يذهبوا إلى يعني الويلات الآن التي نتخبط فيها. لن تكون هناك ويلات. القياس يا إخواني، هذا قياس علمي، أن ما زاد الجسم يهلك، كل ما زاد يهلك. ومن أراد أن يفحص نفسه لا يذهب إلى الطبيب، فهمتي؟ فليلمس هذا الحزام، فليلمس الحزام، إذا وجد شحوم فالويل له، وإذا لم يجد أي شيء فهنيئا له. هذا الحزام الذي يدور بالجسم هو الذي يخزن فيه ما زاد على الطاقة. إذا أعطيت للجسم كالوريات زائدة، يعني سكريات ودهنيات وبروتينات، فالجسم أول ما يأخذ سكريات، أول ما يأخذ سكريات لأنها سهلة، ثم يخزن دهون، لا يقترب من الدهون، لا يستعمل هذه الدهون، يخزن دهون ثم البروتينات طبعا للبناء، يعني نسميها كونستريكسيون، يعني للبناء طبعا سيأخذ القدر الذي يكفي للبناء، ثم القدر الآخر كذلك يخزن، يحول إلى شحوم ويخزن حول الجسم. لما يخزن حول الجسم سيصيب الدم، إذا أصاب الدم ارتفاع الشحم في الدم تعلمونه جيد، من الكوليسترول، ارتفاع الضغط، القلب، الشرايين، الكلية، أي شيء ممكن يقع لك، أي شيء، حتى جلطة دماغية، حتى جلطة في العين، أي شيء ممكن يقع لهذا الشخص. فهذه الأعراض إذا اتبعتم الطب النبوي الصحيح المطلق الذي لا يخطئ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، هي كمية الأكل لا تملأ المعدة عن آخرها، هي وقت الأكل لا تأكلوا حتى تحسوا بالجوع، ده صعيبة لي عليين، لنغمض عيوننا عليين كيفما كان، إذا أخذتكم سهوة وأكلتم كثير فصوموا تصحوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن صيام خارج رمضان، صيام الصحة، نعم فيه أجر، لا نتكلم عن الأجر، نعم، ولكن يتكلم عن الصحة، صيام الصحة، صوموا تصحوا، رسول الله صوموا تصحوا، يأمرنا هنا فعل الأمر. فهاد ثلاث أحاديث جزاكم الله خيرا، عواد ما تشدوا ديك البيراميد ديال الأغذية، يا كاينين شي وحدين يديروا البيراميد ديال الأغذية في ديورهم، الفرماج تابعوا اللحم تابعوا الخبز تابعوا الزيت تابعوا هذا تابعوا على خلنا شي، راه خاطئة هذيك البيراميد، راه خاطئة هذيك المنحنى ديال الوزن ديال الطفل اللي كتديو الطفل ديالكم تعبروا لكم الممرضة وتقول لكم ناقص ولا زيد، راه خاطئة هذاك المنحنى، راه خاطئة، هاتي كذبوا عليكم، لأن الطفل ملي كيعبروه ديما نقصي جوج، من 6 حتى 10 نقصي 2، ومن 10 حتى 20 نقصي 3، ومن 20 حتى 30 نقصي 4.8، عاد تلقاي الوزن ديال الطفل المغربي. وهذه حنا نعطيوها بالمجال لوزارة الصحة تخدم بها. أما إلا قارنوه مع ذاك المنحنى ديال ألمانيا، لا، راه هذيك المنحنى ديال الطفل الألماني، راه ماشي ديال الطفل المغربي، اللي كيعبروا تيقول لك ولدك خاصو يكون فيه 13 كيلو، ما شاء الله، اتركوا والله اتركوا هذا الطفل، اتركوا هذا الطفل وشأنه، هذا الطفل ناقص تبقاي توكليه. خليوا الطفل، الطفل تا هو بغيتو يدير اوبيزيتي، بغيتو يعني ما شاء الله، يعني الا زاد كيلو 2 كيلوغرامات، الطفل الصغير الا زاد 2 كيلوغرامات راه كارثه. والولد الا كان اوبيز، يعني الا كان فيه سمنه، البنيات هذه معروفه، يعني الان منشور هذه الاشياء ربما تكونوا قرأتوها، البنيه على الخصوص، البنات على الخصوص، البنيه اذا كانت سمينه يعني من 2 حتى 8 سنوات ولات عادية حتى 24، ترجع سمينة بعد 40، ترجع سمينة بعد 40، تأخذ أوبيزيتي بعد 40. هذه فحاولوا على الأطفال، هذا الأطفال ديالكم حاولوا عليهم، يعني ما يكونش في كثرة الأكل لا للطفل ولا للشيخ ولا للمرأة، يعني حتى المرأة الحامل وحتى المرضع الآن ليس هناك أي خطر. لماذا؟ لأن الحساب الآن، البحث اللي أجرينا حول الصيام في الرباط السنة الماضية، كان تقريبا هاد الإناء ديال الحريرة اللي كنسميوه زلفة، وحدة مع كأس شاي
مع 7 أو 9 تمرات، بغى يزيد شي طرف ديال الخبز، كافي لصيام 14 ساعة. إلا فتوا هذا القدر أنتم وشأنكم. أكيد كل شيء فيتوا، يعني أكيد كل شيء أكيد كل شيء فيتوا. هذا الإناء كافي لأن فيه كالوريات وفيه أغذية متنوعة. على أي سحبوا اللحوم، ما تنظفوش لحم في الحريرة، ما تنظفوش، عاد هذوك المكعبات ديال البناء، عاد كيزيد زيت، عاد كيزيد مراق، كيزيد أشياء أخرى ما فعليهن. فهذه الكمية لا 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 تخافوا من الجوع بالله عليكم. الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، استفدوا يا إخواني من السيرة جزاكم الله خيرا، أراكم تتقرأوا السيرة فقط، استفدوا منها، عيشوها عيشوها عيشوها، وسترون النعمة ديال الله سبحانه وتعالى. راه فرق ما بين نقراو السيرة ونخليوها تم، وشي وحدين تيقول لك خصني نشري المكان حدا المسجد باش غير يأذن ندخل نصلي. نعم هي جيد، بارك الله لك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي كان عايصلي، راه كانت عنده أشياء أخرى، ماشي ما كانش عايصلي. نعم أم لا؟ ما شاء الله يا إخواني، ما شاء الله. راه أبسط شيء وقف عنه الطب الآن، راه ما نقدرش محاضرة نمرر فيها كل، راه مازال ما وصلناش لرمضان، هذا العنوان اللي كيبان لكم، راه مازال ما وصلناش ليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت أنه كان يذهب إلى المرحاض ويتوضأ قبل النوم دائما. نعم. الطب الآن وجد على أن إذا بقيت الفضلات في المعي الغليظ، إلا ما فرغتهاش وبقيت الفضلات أثناء الليل، تكون كارثة على الجسم، لأن كل التوكسينات وكل السموم الموجودة في هذه الفضلات سيمتصها المعي الغليظ. وراكم شفتوا بعض الأدوية ولات على شكل القوالب، علاش؟ لأن المعي الغليظ يمتص أكثر من المعدة، إذا شربتموها فتضيعون النصف، ولكن إذا استعملت من المستقيم فتمتص 100%. المعي الغليظ يمتص يا إخواني، بوليفاجيك، الإنسان بوليفاجيك، يمتص الأشياء اللي كتوصل المعي الغليظ. فالآن الناس ما كيفكروش في هذه السنة النبوية. الأطباء الآن، الباحثون، ماشي الأطباء، لأن هذا الشيء كاين الباحث وكاين الطبيب. الأطباء في أمريكا كيسموهم فيزيسيان براتيك، زعما كي فيزيسيان كيكزاميني لا فيزيك ديال الكور صافي. أما هاد الحقائق هما الباحثون في الطب، كاين الباحثون في الطب وكاين عاد الأطباء في أمريكا، ماشي بحال بحال. فالباحثون الآن توصلوا على أن حتى الهيئة التي يجلس عليها الإنسان، شرف الله قدركم حاشاكم، أثناء التبرز تؤذي المعي الغليظ. بمعنى اللي عنده يعني مرحاض بالكرسي فليكسر هذا الكرسي هذه الليلة، لأن حتى طريقة الجلوس الآن، هذا علم، هذه أشياء نشرت، أشياء نشرت، لأن هما أمريكيين تسميها الريستروم، يعني الريستروم إذا ترجمناها يعني محضة، هي بيت الراحة. هي بيت الراحة، يعني فهم قالوا نستريح في بيت الراحة، هو ليس بيت للراحة، ما شاء الله. يعني فلما يعني تخلص من هذه الفضلات عاد تستريح. هذا فهذه الأشياء يا إخواني، حتى الآن الأشخاص اللي عندهم هذا نقلناها من الغرب، المرحاض الرومي، هذا اللي كنسميه المرحاض الرومي، الواتر كلاوزت، هذه اللي عند الكرسي، وهي الآن، هي الآن الناس يتباهون بها، يتباهون بها. إذا دخل عندك القاع عندك يعني مرحاض بلدي، يضحك عليك، يسخر منك، يقول لي باقي عند ديك الحفرة، باقي عند ديك الحفرة. يا سيدي هذا خير، الآن العلوم، الآن العلوم أصبحت تزكي المرحاض البلدي على المرحاض اللي كنسميه الرومي. وهذا الكرسي إذا كان عندكم جزاكم الله خيرا، كثير من الأمراض تأتي من الجلوس على هذا الكرسي، كثير من الأمراض، كاين حتى تمزقات الآن ديال الأمعاء اللي ربما تقع من هذا الكرسي. وانظروا راكم ما تتخلصوش بالسهولة ملي كتجلسوا فوق الكرسي، هذه أمر يعني عليه شرف الله وقدركم، هذه أمور علمية لا يمكن أن نستحي فيها، ويجب أن نذكرها. ثم لما هذه الطريقة ديال الأكل، وحين يشوفوا السنة فيها كل شيء، واحد شخص غادي يجيب لك لا طب النبوي، نعم يا سيدي، ولكن هل لك القدرة بأن تستنبط هذه الأشياء؟ يجب أن يكون لك بحث علمي، يجب أن تكون معك شهادة دكتوراة، تكون راقي أولا في البحث العلمي ثم تستنبط هذه الأشياء. أما تأتي هكذا ثم تتصفح القرآن، لا، ما شاء الله، القرآن ليس أي كتاب. نعم ممكن أن نقرأه، هو الله سبحانه وتعالى يسر كل شيء، الناس كيف يفهموا القرآن، وكل الناس كيف يفهموا على قدر المستوى ديالهم، كيف يفهموا الأمي وكيف يفهم العالم في المختبر. نعم، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. الله يسر أي إنسان يقرأ القرآن يفهمه، لأنه فطري، لأنه جاء للإنسان الفطري، فالفطرة ديالك تقبل الإنسان. كانوا عندنا غربيين معنا في أوروبا، كانوا يصلوا معنا صلاة التراويح، لا يفهمون اللغة العربية وكانوا يبكون في الصلاة،
كيعرفوش العربية تيبكيو في الصلاة، فيسمعون القرآن بقلب، لأن القرآن فطري، يعني جاء لفطرة للشخص الفطري، فكانوا يسمعون هذا القرآن بقلوبهم وليس بآذانهم. فهذه الأشياء يا إخواني هي مهمة جدا، ولذلك قلت لكم يجب أن نستفيد، وليس الإعجاز هكذا من أجل الإعجاز، لا، إعجاز لكن هو الإعجاز العلمي، لأن العلوم الآن تحت القرآن والأحاديث، تحت القرآن والأحاديث، كل العلوم، كل النتائج العلمية تحت القرآن والأحاديث. فنبدأ هذه العيادة الرمضانية، سميتها عيادة رمضان. لماذا؟ لأنك مريض، تبعوا مزيان، لأنك مريض، لقد أكلت كثيرا منذ 11 شهرا، وأنت تدخل العيادة لتستريح ولتشفي نفسك. وتبعوا مزيان، إذا دخلت العيادة، خصكم تراعيوا الداخل، إذا أعطوكم سيروم خصكم تأخذوا سيروم، إلا أعطاكم ما تأخذوا ما، إلا ما أعطاكم ما تأخذوا والو، ها؟ نعم أم لا؟ إلا دخلتوا العيادة الرمضانية ماشي تدخلوا معاكم القناطر ديال الأكل. أنا بنوا لي النساء شارين هذوك الأواني ديال 30 كيلو سطولة كبار خمسة، ما عادش بغين يديروا فيهم هذو، فالاستعداد للحرب العالمية الثالثة 15 يوم قبل رمضان، يعني ما شاء الله. لا نستعد بهذه الطريقة إلا للحرب. وعليه ما شاء الله، يعني ما العائلة ديال ستة ديال الأشخاص كيهيئوا 10 كيلوغرامات ديال السلو، وشارين 15 كيلو ديال الحمص، وشارين 20 كيلو ديال العدس، وشارين 60 علبة ديال الطماطم، وشارين شنو غادي تعملوا بهذه المسائل هذه؟ لماذا ملي يقدر بغي يدخل رمضان تستعدون له بالعبادة وتنسوا الأكل، ويدخل رمضان وتأكل نفس الأكل في رمضان وتصوم رمضان؟ لماذا لا يكون هكذا؟ لماذا نحن الآن نخرب ميزانية الدولة في هذا رمضان؟ علاش؟ رمضان جاء، طبعا بالعكس، جاء ليستفيد الناس من حتى من استراتيجية الغذائية، على الأقل الأمة تعرف كيفاش تخزن الأغذية ديال. احنا رمضان جاء باش ما شاء الله، دابا حتى بعد الشركات وبعد حتى المنتجين الفلاحة ولاو كيحرطوا المنتوجات خصيصا لرمضان. تيقول لي زرعتي القزبر والمعدنوس، تيقول لي بلاتي تقرب رمضان. وراه ولات كارثه هذه، لو وليتي تقرب رمضان واش غادي تصاوب شي عسل؟ يقول لي خازنو تيدخل رمضان، عندك شي زيت خازنو تيدخل رمضان، عندك العدس خازنو تيدخل رمضان، عندك الحمص خازنو تيدخل رمضان. انا ما شاء الله، انا اخواني راه كارثه هذه، انا ما شاء الله، راه لا شفتوا حتى الحسبه، راه الحسبه راه غادي نشوفوا بان هادشي هذا راه حرام. الا قريتوا الحسبه مزيان هادشي راه حرام، هنا في احتكار وفي مسائل كثيره جدا، والاحتكار يعني ما شاء الله هو اللي بدات به الحسبه، احتكار حرام سميتو عليه ما شاء الله. علي العياده الرمضانيه نبدا يعني هذه الايه، كلوا واشربوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن تعجيل الفطور وتأخير السحور. هنا غادي يدخل العلم، علم العلم بمعنى العلم وليس العلوم الغربية المتذبذبة، هنا يكون العلم يعني كما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. العلماء الآن يتكلمون عن تباعد الوجبات، تباعد الوجبات في رمضان، هل ممكن؟ نعم أم لا؟ ممكن، لكن بطريقة واحدة، هي الفطور والسحور وما بيناتهمش العشاء. ليس هناك شيء اسمه العشاء في رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وجبتين هما الفطور والسحور. العلماء يتكلموا عن تباعد الوجبات. إذا يعني مزجتم تباعد الوجبات مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن رمضان فيه الفطور والسحور ما فيش العشاء. فإذا تعشيتم، تبعوا مزيان لان هادشي حسبناه يعني بالكالوريات، وكاين بحث يعني اجريناه، اذا تعشيتم لا يمكن ان تستفيدوا من رمضان، على الاقل هاد 13 اللي باقا ادركوا من هاد الاشياء، هاد العشر الاواخر يعني هي جيده، العشر الاواخر جيده على الاقل. الى ما دابتش الشحوم اللي عندكم، الى ما دابتش في رمضان، فممكن ان تتعرضوا لكل الويلات الصحيه هذه عام. الى ما الحصى ديال الكلية نزل، الى ما الحصى ديال المتانة نزل، الى ما الكوليسترول نزل، الى ما الضغط انخفض، الى ما السرطانات تقلصت، الى ما القلب تحسن، دقات القلب تحسنت، الى ما السمنة يعني الوزن ديال الجسم يعني كان على احسن ما يرام، فرمضان لم يؤدي الغاية ديالو. طبعا المقاصد الشرعيه يعني العباده راك يعني كما قلت ما نعاودش، انا تفقيه يعني العباده ديالك مقبوله، صيامك مقبول، صافي استوفيت الفرض، ولكن من الناحيه الصحيه لا تستفيد يا سيدي، لا تستفيد ابدا ابدا. اذا تعشيتوا، الى سحبتوا العشاء على اين؟ انا اسمح بالفطور، كلوا اللي بغيتوا حتى يكون ان شاء الله سماك، يكون لحوم في الفطور ماشي، ما في مشكل، كلوا ما شئتم في الفطور، ولكن حبسوا
تسميها ستوب، حبسوا، الله يجزيكم بخير، حبسوا، شربوا شاي، شربوا عصير، شربوا لبن، شربوا ماء، شرب اي سوائل ممكن سواء وكثرة الماء، اكثروا من شرب الماء ولا شاي، شاي جيد، ثم سحور، ممكن تسحروا نشويات، زيت، زيتون مثلا، او شاي او عصير او اي شيء، او لبن، احسن شيء في السحور واللبن والنشويات، ولا النشويات وزيت الزيتون، واحسن ما يمكن تتناول في السحور، يعني افطروا وتسحروا وزولوا هذاك العشاء، يعني حذفوا وجبة العشاء، حذفوها، يعني غادي تربحوا على جوج دلال، ممكن تعبدوا الله على أحسن ما يرام إلا زولتوا العشاء، وإلا غادي يكون ارتخاء وكسل. الناس الآن لا يستيقظون لصلاة التراويح ديال الصبح، علاش؟ لماذا؟ لأنهم تعشوا، لأنهم تعشوا فقط. إلى حذفوا هذه الوجبة ديال العشاء ممكن يستيقظوا يعني للصلاة، ممكن أن يكونوا على أحسن ما يرام. جربوا، جربوا، ما خسرتوا والو ياك، ما تضيعوا والو ولا ما صحيتوا، جربوا صوموا يومين وثلاث أيام وربع أيام بدون عشاء، بلا عشاء، غير فطروا وتسحروا، جربوا جربوا وسترون هل ستكونون على أحسن ما يرام أم لا، ستكونون أحسن بكثير من الأيام هذه اللي صمتوها بالعشاء. ففي التعجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب ثم التمر، وإذا لم يجد حسى حسوات من ماء. هنا كما قلت مش الإعجاز، يعني فوق الإعجاز، فوق العلوم بكثير، لن تصل العلوم إلى هذه الأشياء، والله لن، أنا أقسم لكم والله العلوم مدبدبة، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق، حقيقة مطلقة. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، لماذا؟ لأن الرطب كيكون التمر باقي جديد، باقي فري كما تنسمه، باقي طري، فيه فيتامينات وفي مكونات بتركيز أعلى من التمر. ملي كيبس التمر المكونات تتقل، يعني كتقل لأن كاين واحد السينيتيك، بعض المكونات بحال الفيتامينات تنقصوا. شو العلم، علم التغذية. فأولا الرطب فيها تركيز عالي، إذا كانت فطروا عليها فهي أحسن بكثير، وإذا لم تكن فالتمر لأن فيه كذلك تركيز جيد. وإذا لم تجدوا لا رطب ولا تمر ماذا تفعلوا؟ ليس حليب، ليس عسل، ليس عصير، ليس بيض، ليس لحم، ماء. كم؟ كم؟ جرعة أو جرعتين أو ثلاث جرعات فقط، ماشي كأس، جرعة أو جرعتين يكون أحسن. لماذا؟ لأننا تعلمنا في علم الأحياء والتلاميذ، يعني الطلبة كلكم تقريبا قريتوا هذه المسائل، أن المعدة لا تبدأ في تمثيل، ما كتفرزش التريبسين، هي تتفرزها كيمو تريبسين، ملي كتوصل الاش سي ال عاد كتولي تريبسين، ما كتبداش في افراز تريبسين اللي غتهضم بها البروتينات حتى يسقط شيء، كنسميوه تديكلونشا ستيمولي، ملي لما يسقط شيء في المعده تبدا تمثل، يعني هذه تبدا يعني تنتج او تستخرج او تفرز هذه الانزيمات التي ستهضم بها. بمعنى اذا سقط التمر يكون احسن، سنرى لماذا، واذا لم يكن تمر فماء، لماذا؟ لان الماء لا يهضم، فهو سيسقط في المعدة يجعلها تمثل الأنزيمات، وبما أنه لا يهضم فهو لا يؤرق المعدة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز. لماذا التمور ولماذا ليس العسل ولماذا ليس الحليب ولماذا ليس أي فاكهة أخرى؟ التين مثلا، لماذا ليس التين؟ فالتمر فيه مكون فيتامين بي، كذلك الأو دي، فيه مكون فيتامين بي، والبي واحد، وفيه بي واحد اثنين 12، مكون سيانوكوبالامين، هذا مكون فيتامين بي هو الذي يهدئ الأعصاب، الأطباء الآن يصفونه للمرضى لتهدئة الأعصاب. وفي سكريات سهلة الامتصاص، مالتوز فريكتوز، هذه سهلة الامتصاص. وكذلك في ألياف، يعني أملاح معدنية مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم، بمعنى الدورة الدموية تنشط، الأعصاب تهدأ، نعم أم لا؟ السكريات لاجليسيمي غادي تطلع تصير 1.09 أو 1، ثم الألياف الخشبية ستلين الجهاز الهضمي الذي كان صائماً 14 ساعة. ليس هناك غذاء أنسب للصائم من التمور، ليس هناك غذاء أنسب من التمور. يقال الوتر، نعم، لأن الله وتر ويحب الوتر، 3 7 9 11، إن شاء الله كل 33 إذا كان عندك التمر، وكل 91، يعني هذه إذا كان عندك التمر. والله التمر هي المادة الوحيدة التي لا تضر الجسم، ولو أكلت منها قنطار لا تضر الجسم أبدا، التمر. فانظروا الآن في رمضان الأشخاص، يعني كل الناس يأكلون قليل عليين بين مزدوجتين، ولكن لا، ليس هناك إمساك، ليس هناك إمساك،
لماذا؟ لأنهم يأكلون على يفطرون على التمور، وهذا التمر هو الذي يقي ضد الإمساك. وكذلك في بعض الأستروجينات، في بعض الهرمونات الجيدة للأطفال، هذا إعجاز آخر للأطفال، ولذلك يجب تحنيك الرضيع بالتمر، لازم تحنكوا الرضيع بالتمر. راه هذه السنة، هذه الناس راه نزاوو عليها ونساوها وضحكوا عليها. لازم تمضغوا التمر وديروه للرضيع في الفم ديالو، لان كاين سكريات وهرمونات، كاينين هرمونات في التمر يساعدون الطفل على النمو، وكيصح المعدة ديالو تصح، يعني تصبح على احسن ما يكون، لان كاين مكون فيتامين بي والاملاح، وكاين هذه السكريات التي تنفع البكتيريا اللبنية اللي كاينه في المعي، البيفيدوباكتيريوم ينشط بهذه السكريات التي تعطون للطفل عبر التحنيك، تحنيك الطفل. هذه الهرمونات جيدة للطفل، جيدة لنمو الطفل، وحتى الطفل ما كيبقاش يضطرب، لأن تكون مضطرب مكون فيتامين بي تهدأ الأعصاب ديالو ونوره سينام بسهولة وسينام إن شاء الله بسلام. الإفطار على التمر قلنا لماذا؟ عرفنا هذه المزايا. لو أفطرنا على غير التمر، بعض الناس كيبدأوا بالمشوي بروشيت، هنا الخطر. حتى ولو كان حليب، حتى ولو كان حليب خطر، فيه خطر. لماذا؟ أو بيض أو سمك أو أي شيء، لأنك ستعطي للمعدة بروتينات، والمعدة لا زالت يعني كانت صائمة وفارغة، كانت خاوية، كانت يعني فيها أرق من الصيام 14-15 ساعة من الجوع، ليست بالسهل. ثم تعطيها بروتينات ترغم، لأن البروتينات تهضم في المعدة وليست في الفم، تهضم في المعدة، تعطيها بروتينات وهي لا زالت لم تمثل كيموتريبسين، فأنت تهلك هذه المعدة، تهلك المعدة، فتقع تحمضات وتخمرات، تترتب عنها هذه التخمرات. يعني الغذاء المتكامل، نعم كل ما شئت، لكن شريطة أن لا شريطة أن لا يكون فيه يعني وجبات متعددة في الليل، تكون وجبة الإفطار وتكون وجبة السحور نعم، لكن بينهما يجب أن تسحب كل شيء إلا السوائل. فبعض الأشخاص الآن تعلمون أن في رمضان لا تحسون بالعطش، لكن في ما عدا رمضان تحسون بالعطش. لماذا؟ علي من الناس من انتبه لهذا الشيء. لماذا؟ لأن يا إخواني لا يمكن أن تحس بالعطش إذا لم تأكل، إذا أكلت تحس بالعطش، لأن هذه الطاقة ستتطلب ماء للحل ماء الهيدروليز، فإذا لم تأكل فالجسم لا يحتاج لماء، ولذلك فالصائم لما يتسحر ويشرب ماء فهو كافي للجسم طيلة النهار، فلا تحسون بالعطش أبدا. وإذا أحسستم بالعطش فالجسم يتحمل يعني 5 إلى 7 ساعات هذا العطش، ويتحمل جوع أكثر من 24 ساعة، الجوع يتحمل جوع أكثر من العطش. ومن الباحثين الآن من كان يقول بأن الجسم لا يمكن أن يصبر على الماء، نعم نعم صحيح إذا أكلتم، لكن إذا صمتم فالجسم يتحمل العطش أكثر من الجوع. نعم يكمفهم. إذا نعم إذا كنتم فيما عدا رمضان وعطشتم عطشا شديد فالجسم لا يتحمل العطش، لكأنكم أكلتم، هذه الطاقة يجب أن تكون ماء لكي يعني يكون الجسم أن يهضم. أما إذا لم تأكلوا، إذا كنتم صائمين، فالجسم لا يعني يصبر على العطش تمام كما يصبر على الجوع، وليس هناك أي خطر في الإحساس بالعطش، ليس هناك أي خطر. تجنب الإمساك كما قلت هو الغذاء النباتي، يكون رمضان يكون في نظام غذاء نباتي، وكذلك النوم بعد الأكل، لأن المصيبة الآن هي أن الناس يؤخرون العشاء. الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن تأخير السحور، إحنا كنأخروا العشاء، يتأخروا العشاء بمعنى 11 والثانية 10، تتعشوا ثم تناموا، هنا دفنتم أنفسكم في الدنيا. الذي يتعشى مع 12 وينام لقد دفن نفسه، هذا ليس رمضان من الناحية العلمية، وليس صيام وليس أي شيء من الناحية العلمية، أقول من الناحية الشرعية صيامك جائز، لكن من الناحية العلمية ليس صيام، هذا مهلك للجسم. والله سبحانه وتعالى يريد العبادة ويريد الصحة، يريد السنن الشرعية والسنن الكونية كذلك. فإذا كان الإنسان يكتفي بالوجبة الإفطار حتى ولو كانت غنية، ليس هناك حرج، نحن لا نقول للناس لا تأكلوا، لا كلوا، ولكن حتى يعني قرآن كلوا واشربوا، قرآن مقيد ليس مطلق، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا واتوا حقه يوم حصاده، يعني ليس هناك كلوا واشربوا مطلقة أبدا، دائما كلوا واشربوا قرآن مقيد. فهذه الأشياء يجب يعني أن الناس توقف عن التدخين. الغضب، نعم
الغضب هو من 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 المهلكة الكبيرة، ويجب أن أتشدد شيئا ما هنا. لماذا؟ لأنه واجب العلماء أن يبينوا الخطر للناس. يا إخواني، هو رمضان أصلا عبادة، وإذا كان عبادة فلماذا تقلق ولماذا تضجر وتغضب؟ لا يمكن أن تغضب في الصلاة، فلماذا تغضب في الصيام وأنت صائم؟ فحتى لو وقع، لا قدر الله وقع وغضبتم مع الحادية عشرة، ربما ليس هناك خطر كبير، فيه خطر ولكن ليس خطر كبير. لكن إذا غضبتم بعد الساعة الثالثة، وإذا كان الغضب في الرابعة أو الخامسة، فيا إخواني انتظروا السكري، انتظروا السكري. لماذا؟ لأن لما تكون المعدة فارغة ولما تكون جائع تكون الجليسيمي، تركيز السكر تقريبا 0.8، ومن الناس من يوصل عندهم 0.65 تحس بآلام الرأس، لأن الجليسيمي طبعا كيف السكر. فأين سيجد الجسم السكر؟ في الجليكوجين، يعني هذا الموجود في الكبد. لما تغضبوا هناك مكون الأدرينالين الذي يعني سيمثل يعني من الكلية أو المنطقة العلوية للكلية، هذه الأدرينالين التي ستدور مع الدم ستحطم كل الأنزيمات بما في ذلك الأنسولين. لما تحط هي تبدأ بالشاوس ديال الجليكوز، يعني ديال الجليكوليز، من لما تبدأ بتحطيم هذه الأنزيمات ديال الجليكوليز، طبعا من الناس من يقول يعني طلعت لي السكر، فيه تهمة من الحقيقة. من اللي كتقلقوا؟ نعم، لأن الأدرينالين، مكون الأدرينالين، هو يقضي على جميع الأنزيمات، وإذا قضى على أنزيم الأنسولين يكون عندكم مشكل سكري فيما بعد. هذا خطير جدا، حاولوا ما أمكن أن لا تتجروا ولا تقلقوا أثناء الصيام، خصوص بعد صلاة الظهر. لا تقلقوا، حليين كيف ما كان الحال، إذا كنت صائم يا أخي فاتق الله. لماذا الغضب؟ لماذا الضجر؟ فارجع الأمر لله سبحانه وتعالى. خير إن شاء الله. شنو خير؟ ما الذي يجعلك تقلق؟ خير إن شاء الله. ماذا هناك؟ فهذا مكون الأدرينالين هو ما نسميه نحن الهرمون الإجرامي، هو لما يمثل في الكلية يجري مجرى الدم. فكلما تحركتم، هل الأشخاص الذين يتخانقون ويتعاركون تكون الكارثة، لأن كلما تحركت كلما يجري في الدم، وكلما يذهب إلى المنطقة القرار ثم تقتل، إذا وصل إلى مركز القرار تقتل، يعني تأخذ سكين وتضرب به. هذا هرمون الأدرينالين. أحسن شيء هو أن لا تتحرك، إذا كنت واقف أن تجلس، إذا كنت جالس أن تستلقي، لكي لا يدور هذا المكون مع الدم. وهو الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإعجاز، يعني فليجلس أو فليستمدد، يعني هنا لماذا؟ فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مختبر يعرف الأدرينالين، ولا كان يعرف مكون هرمون الإجرام ولا أي شيء في الجسم، ولكن كان يأتيه الوحي من السماء، من الذي خلق الأرض والسماوات السماء، من الذي يعلم السر وأخفى. فالوحي ليس كالعلوم طبيعة الحال. فهذه الأشياء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وكان الله سبحانه وتعالى يعلم أن العلماء سيبحثون في هذه الأشياء، ولما ذلك ارتضى لنا هذا الدين لئلا تأتي العلوم فوق هذا الدين، ولن يكون هناك تناقض، ولن يأتي أي شيء فوق القرآن وفوق السنة. بعض الأشخاص الآن تيأخذون على الإعجاز، تقولنا أنتم تقولون هكذا، ولكن إذا جاءت نتائج علمية وقالت هكذا. لا ننتقم، أقول لهم دائما، هل تخافون على القرآن أم على أنفسكم؟ إذا كنتم خائفين على القرآن فالذي أنزله كان يعلم أن العلم سيكون، إذا كنتم خائفون على أنفسكم فسيروا تقرأوا. كنقول لهم بحال هكا، حيت كاينين الناس ديال الفقه ما باغينش هذا الإعجاز يدخل الأزمة، نقول لهم ودي خايفين على رؤوسكم سيروا تقرأوا. ماشي عيب، ماشي عيب تقول شخص سير تقرأ، والله ماشي عيب، ما تنقصوش منه، بالعكس تقولوا قرأ تعلم. وصية للحامل والمرضع في شهر رمضان، لا يسبب الصيام أي خطر، بلا ما نطولوا. بعض الناس يبقوا تشوفوا الآن بعض النصائح الخاطئة، المرضى المرأة المرضع، لا يسبب الصيام للحامل والمرضع أي خطر، أقولها 70 مرة، ومن أراد أن يحاجني فأنا لازلت حي وأنا موجود، هذه علوم، أنا موجود بسم الله. نعبروا الكالوريات ديال المرأة وديال الطفل، شحال كتاكل في الفطور وفي السحور، ونشوفوا شحال كتردع الطفل، ولقاو بأن الحليب زايد في رمضان. سولوا العيالات اللي كيردعوا في رمضان، الحليب زايد في رمضان، علاش؟ لأن المرأة في رمضان كتاكل أحسن وتتاكل أكثر، هذا هو المشكل. يعني بالطريقة اللي كنصوموا بها رمضان ليس هناك خطر على المرضع وعلى الحامل، ليس هناك خطر. حتى الأطفال الصغار دربوهم على الصيام، ماشي ترغموهم، كنقول دربوهم على الصيام، حببوا لهم الصيام، حتى اشتروا لهم بعض الهدايا باش يصوموا رمضان. ولكن ماشي تقول دري باقي ما وصل عليك الوقت، نهار غادي يوصل راه ما يعرفكش، ما تصومش،
نهار غادي توصل ما غاديش يعتق رمضان. ما يا اخي هذه ليست تربيه، ما شاء الله هذه ليست تربيه. الطفل ما يريد ان يصوم وان يفرح بالصيام، ولكن ملي يصوم هذاك الطفل خصك تشجعه وتفرح به. ملي يبغي يفطر قول له احصمتي اي شيء حاجه اشتري له شيء ما شاء الله. يعني اسباب الان، اسباب كثير من اسباب السرطانات الان نراها في صفوف النساء، ولا أتكلم عن السرطانات عند النساء ولا حتى عند الرجال، لكن أتكلم عن شيء بسيط تنبهوا لي، انتبهوا لي كثير. البلوغ المبكر عند البنية يجب أن تعلموا أنه السبب المؤدي إلى السرطان. البلوغ المبكر، والبلوغ المبكر يأتي من المسخنات الموجودة في الأكل، يعني الهرمونات الآن، الهرمونات اللي كتستهلكوا رغم أنوفكم. فالبنيات الآن اللي كيبلغوا قبل السن، كاين البنيات كيبلغوا على 7 سنين و 8 سنين 9 سنين 10 11 على 12 سنة صافي ولا بلوغ عادي عند البنيات، ولكن كثرة الهرمونات تجعل المحفزات الهرمونات منهم اليود. بعض المرات البنيات كيبلغوا قبل الوقت، وهذا البلوغ قبل المبكر يعرض البنية إلى السرطان. عدة من أيام أخر كيف ما كان الحال، كل مرضى يعني سنستعرض هذه المرضى عليهم كيف ما كان الحال. شرائح هناك والمحرم ممكن تنقلوها عليهم تشوفوها في ديوركم على مهل. فنبدأ أولا بالأمراض التي لا يجب أن نراها بعد رمضان. لا يرضي عليكم، هذه رمضان ماشي شرع الله سبحانه وتعالى شهر كامل. ولماذا شهر؟ ولماذا ليس أسبوع؟ لماذا ثلاث أيام؟ لماذا ماشي سنة؟ لماذا شهر؟ ولماذا أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب60 من شوال؟ بعض الفقهاء، لأن الفقهاء رحيمين بالأمة، الفقهاء ما كيبغيوش يتشدوا مع الأمة، تيقولوا لكم صوموها ولو متفرقة. نحن نقول لا،